محمد انه فعلا في يعني خطين اسميهم خطي انتاج، الوحده ينتج بطريقته، ومثل ما قلنا انه قد يكون موهبه بالصدفه، ما في شيء واضح. مثلا صناعه وحداويه حقيقيه، يجيك لاعب موهوب ينجح يبيعه النادي وبمبلغ يجيب 3 أو 4 لاعبين من لاعبين التدوير في المنطقه في المملكه، في المقابل القادسيه يروح لاعب يجي لاعب شاب في مركزه. صحيح. ولا تنسى ايضا انه منطقه مكه كما ذكر ابو نواف انه ولاده للمواهب في الكرويه اللي الان نشوفها في الانديه من قديم الزمان، مو بس الان. انا حقيقه يشغلني في هذا الموضوع اخوي محمد نقطه مهمه، انه اين الرقابه الماليه على الانديه؟ التصرف هذا البيع اللعيبه وتفريغ الانديه، طبعا مع احترامنا الكامل للوحده للقادسيه لاي نادي، احنا نتكلم بالعموم الان، انا اتكلم بهذه الجزئيه بالعموم. لما ياتي نادي من انديه الوطن، ياتي رئيس نادي او اداره معينه وتبيع لعيبه بالكم وتجني مبالغ طائله، ولا نجد بعدها تراجع لهذا النادي ودمار لهذا النادي وعدم العوده لكذا، يعني من المسؤول؟ اين الرقابه الماليه على الانديه؟ لماذا تترك هذه، يعني يتصرف رئيس النادي او الاداره بهذه الطريقه؟ اذا انت قاعد تفرغ النادي من مواهبه ولا قاعد تعيده بشكل كويس، طيب هذه المبالغ اين ذهبت؟ هذه نقطه لازم نشير لها، لازم نتكلم. انا اتوقع انه دور الهيئه، دور الاتحاد السعودي، دور يعني لازم رقابه على الانديه بشكل كبير. الان احنا نتكلم انه حيجي التخصيص، لما يجي التخصيص هذه لها حلال وحندخل في قضيه ثانيه، لكن من وين في محاسب مالي، محاسب قانوني من الهيئه مطالب فيه كل نادي بتسليمه؟ شوف محمد، في يقول لك الشمس لا تعجب بغربها، يعني في نهايه الامر في انديه قاعده باعت لعيبه كلنا عارفين معدها بالاسماء بال 20 مليون و 30 مليون و 50 مليون وكذا. هذه المبالغ اين ذهبت؟ لماذا لم تستثمر بكذا؟ وترجع تجي تلقى الموسم اللي بعده يهبط. وهذه قضيه لازم طب قد يكون هذه الاليه، يعني خليني اعطيك مثلا الوحده السنه الاولى اعتقد تعاقد مع سديري ومسلم وكامل موسى وكامل مر، اكيد هذول بمبالغ يعني على الاقل واحد منهم مليون مليون ونص الله يرزقهم، ولكن هذه ببيع اللاعبين السابقين هم حطوها، هذه قد تكون فكره لاداره النادي في يعني في استثمار هذه المبالغ، نجيب لاعبين خبره ندمجهم مع لاعبين شبان، فالمبالغ واضح انها صوره، مش واضح طبعا ما عندي خبر انا، بس يعني في صرف في المقابل، انت تجيب اسماء على الاقل ما تبقى اقل من مليون ونص في السنة. ولكن قيمه الصفقات العاليه اللي انا متاكد انه لو تشوف التعاقدات الاخيره هذه حتلقاها ولا تاتي 10% 20% من قيمه الصفقات اللي تم بيعها على مدى طويل في هذا الموضوع. هذه نتكلم، احنا لا نتهم احد، لا نجي، لكن لازم انه يكون في فكر اداري وفكر مالي في الانديه يقودها الى 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 الطريق الصحيح ويقودها الى، احنا يهمنا المنافسه. يعني شيء محبط لما تجي من سابع ترتيب الدوري الى المركز الاخير وكلها متقاربه. صحيح. يعني منطقه الوسط هذه اختفت تماما في الدوري. هذه مشكله.